2 دار العود العراقي بالحقيقة هو الأول والفريد من نوعه في المنطقة الجنوبية بشكل عام. اجتني هاي الفكرة سنة 2015 تقريبا شهر رابع، فتحت دار العود. وأيضا كان لكم طبعا سبق إعلامي، أيضا كانت قناة الشرقية مشكورة أيضا ومتفضلة بحضورها أنا ذاك. وبس المشكلة أنه أنا يعني استمريت مع طلبتي مدة تقريبا شهر أو شهر وشوية، يعني بسبب سفري إلى مصر لتكملة دراسة الدكتوراه. ففترة الدراسة يعني طولت 3 سنوات، بس الحمد لله يعني قلت مدام أنا جيت هنا للبصرة ويعني استقريت نوعا ما، فحبيت أنه أعود الفكرة، لأن بصراحة دار العود العراقي يشكل نقلة يعني بالنسبة لي كفنيا، يعني يشكل نقلة نوعية كبيرة جدا. صباحكم الله بالخير شباب. بالحقيقة كما عودتكم أنه آلة العود دائما كل ما أنه أنت تقدسها وتحترمها راح تعطيك أكثر. فإحنا دائما آلة العود يعني تكون مسكتنا إلها محترمة، بحيث يعني من تحبها راح تحبك. بمعنى أنه أول شيء طبعا لازم استان جوا رجلك حتى رجلك ترتفع، ظهرك يكون مستقيم، حتى بالمستقبل لا تكون عندك مضاعفات انه يعني لا سمح الله تسبب لك آلام بالمفاصل بالفقرات. اوكي، فعندنا مسكة العود دائما احنا العود نمسكه بهذا الشكل. اولا راح تكون يعني جلستنا بهذا الشكل، والعود راح يكون بالشكل الآتي. طبعا الزند راح تمسكه بهاي الطريقة، والريشة ايضا تمسكه بهاي الطريقة، وايدك تكون هنا بحيث انه مكان اللي ضرب الأوتار راح يكون هنا، أوكي، بهذا المكان. يعني لا هو هنا متقدم ولا متأخر يعني على الغزال، هذا الغزال المتحرك، واللي عنده عود ثابت يسموه غزال، فرسة ثابتة، أوكي. فإحنا هسه راح نعزف تمرين اللي هو من مقام العجم على درجة الفاء، أوكي. كنا نعرف طبعا شنو يأخذ المقام العجم، يأخذ سي بي مول، أوكي. راح نبتدي من درجة الفاء. احنا عوادنا كلها ان شاء الله مدوزنا. البحر واحد من المنتمين الى دار العود العراقي، الدوره التدريبيه المجانيه اللي بادر بها الدكتور علي مشاري والاستاذ سابل المظفر. طبعا احنا كنا مجموعه هوات، رغباتنا طبعا هي تعلم الموسيقى، فلقينا اعلان بالفيسبوك ناشر الدكتور علي مشاري، فهو دوره مجانيه للعود والجيتار، فما شاء الله بدينا سريعا بمساعدة الدكتور طبعا، واجتمعنا سوية وكنا واحد ما نعرف الثاني، والحمد لله طولنا بشكل سريع
نتمنى يعني انه باقي الشباب اللي ما مشاركين يقرون الاعلان يجون يعني، لان ما شاء الله بدينا بالجيتار بدينا 2 وهسه ما شاء الله احنا وصلنا 20 وهكذا بالنسبه للعود. السلام عليكم. شلونكم الشباب؟ مرحبا استاذ. شلونك حبيبي؟ دكتور هنا عندنا طبعا استاذ دار العود العراقي على اله الجيتار سامر سعيد، وعندنا مجموعه طيبه من طلبه اله الجيتار. اليوم راح تسمعونا شيء نهدي الى كل مستمعينا. بشكل تقريبا يعني يومي، فطلب من عندي قال لي راح اسوي دوره مجانيه، طلب مني انه اذا انا اقدر اعلم بعض الطلاب. انا اصلا عندي مجموعه طلاب، فرحبت جدا بالفكره وجيت هنا حتى ادرس اله الجيتار، وقلت يعني اتفاجئت بعدد الطلاب اللي اجوا وتعلمهم السريع، ونتمنى تكون بادرة جميلة وتستمر للأشهر الجاية. شباب، هنا عندنا هذا الجزء اللي هو البارت الأول من مؤلفة كابرس، هي إحدى مؤلفاتي. أنا بالحقيقة هنا شنو استخدمت؟ استخدمت طبعاً اللي هو مقام الماينر اللي هو النهاوند على درجة الدو. أوكي، مثل ما معلوم إنه النهاوند ياخذ سي بيمول، مي بيمول، لا بيمول. استخدمت بهاي التشكيلة اللي هو التشكيلة الإيقاعية، استخدمت الدبل كروش، وأيضا استخدمت الريشة اللي هي الهابطة والصاعدة. التمرين راح يعزف بهذا الشكل شباب. حبينا انه ننقل هذه الخبرات وننقل هذه المكنونات اللي بداخلنا الى شبابنا الواعد، واعتقد انه لها اثر كبير طبعا هذه الدوره وتعلم الموسيقى بشكل عام. انا طموحي انه يكون في كل يد شاب عراقي آلة موسيقيه، واعتقد انه الفن الموسيقي والجمال الموسيقي لا يعلى عليه، لانه النقاء، لانه الوضوح، والفنان دائما يكون واضح، والفنان دائما يكون جميل بكل تصرفاته. فننشأ هذا الجيل، وإن شاء الله يكون إن أثر بالغ في أنفس هؤلاء الشباب، واللي بير اللي بيه الخير إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يقدمه، وباستطاعتنا إنه نقدم شيء يعني كبير لهذه المدينة لأنها تستحق الشيء الكثير. Thank you.